حادث اعتداء عشوائي يخلف قتيلا بمحطة قطار. شهود عيان رأوا الضحية جوزيف ريتشارد بينما كان ينتظر الباص. حينها كان ميشيل فوبس البالغ طوله 190 سنتيمترا ووزنه 113 كيلوغرام خارجا داخلا إلى محطة القطار والغضب يسيطر عليه. سمع بعدها يصرخ بأنه يريد قتل أحدهم وتوجه بعضها إلى جوزيف الخمسيني وضربه حتى الموت. وصلت شرطة المحطة إلى مكان الحادث، لكن بعد أن فات الأوان ذهب فوبس إلى المرحاض لتغيير قميصه المملوء بالدم لتصل بعدها الشرطة وتقوم باعتقاله. قالت السلطات أن الرجل لم يبدو سليما عقليا